بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك واجمل مع هبه. النهارده فيديو جديد، فيديو بقى المنتظر، اتطلب مني كتير قوي 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 قوي، وانا بقالي كتير جدا ما عملتهوش معاكم بالفعل كده. واحنا مع بعض بنتكلم، هنعمل النهارده مع بعض ايه؟ هنغسل مع بعض المواعين. ناس كتير قوي بتخش لي في التعليقات وتقول لي يا هبه فين غسيل المواعين اللي بيشجعنا وبيخلينا كده نقوم نعمل المطبخ ونغسل مع بعض المواعين وايه، ونشد حنا شويه في المطبخ كده. انا النهارده جايه اقول لك هنغسل النهارده المواعين مع بعض، وهنتكلم مع بعض في حاجات كتير قوي 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 كتير قوي. يعني ايه؟ فضي بقى نفسك كده، شوفي وراكي ايه وتعالي بقى نتكلم مع بعض. حطي التليفون جنبك في المطبخ وقفي اغسلي المواعين او اعملي اكل، اتفرجي عليا واسمعيني واحنا بنحكي مع بعض حكاوي ستات زي ما بيقولوا كده. هنبدأ مع بعض. اول حاجة هعملها هفضي الرخامة، عشان خاطر انتوا عارفين المكان عندي ضيق، فهفضي الرخامة عشان خاطر اللي هيطلع من المواعين هنحطه على الرخامة. بص بقى من غير رغي كتير كده هنبدأ شغل على طول. هشيل بقى كل ايه، كل حاجة محطوطة هشيلها، وكمان هستخدم معاكو السجادة اللي هي بتاعت الرخامة، هشوفها هي عملية ولا لأ. اللي هي مي جابتها لي في فيديو الهدية، مي حبيبة قلبي هي اللي جايبها لي تقريبا كده. طبعا اتفرجتوا على فيديو الهدية دوت وشفتوه. اول حاجة هعملها هبدأ بس اغسل كده ايه الرخامة، عشان لو فيها حاجة تتشيل. طبعا الفتحة اللي هنا ربنا يبارك له اللي عامل لي الرخامة، يعني بدعي له في كل وقت كل وقت واقعد اقول له ربنا يبارك لك. بوظ لي الرخامة بس الحمد لله. يعني هبدأ بقى انشف الرخامة بالشكل ده كده عشان احط عليها. انا هحاول بس ايه ازق كده الرخامه ديت كده عشان خاطر تقفل لي الدنيا هناك بالشكل ده. اهي هي دي السجاده اللي انا قلت لكم عليها، تعالي كده نشوفها مع بعض. هي دي السجاده، السجاده دي بتتباع في كل حته يا جماعه، عشان ما الاقيش حد طلع يسالني هي بتتباع فين. بتتباع في كل حته، حتى رباح بيبيعها. يعني بعد ما رحت، بعد ما مي جابتها لي رحت عند رباح لقيته بيبيعها اشكال كتير قوي والوان كتير قوي. هي مية جايبه لي اتنين، اللون دوت واللون اللي هو البيج. تعالي بقى معايا نغسل المواعين ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا فضيت الرخامه كلها بس خليت الكاتل هو اللي على الرخامه، يعني الرخامه دلوقتي عندي فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه غير الكاتل بالشكل ده كده. هنبدا بقى ايه شغل مع بعض. بس انا هجيبها هنا كده شويه عشان خاطر من هنا كده داخله على المواعين، فاكيد طبعا هتتبل. بصي حطيت هنا كده الكاتل وصفيت المعالق، عشان طبعا المعالق اللي هتطلع هنصفي فيها وفي الاخر خالص انا هغسلها. حطيتها بقى هنا كده عشان خاطر ما تبقاش ايه داخله على الحوض هتتبل مني. هحطها هنا واللي هيطلع من الحوض هحطه عليها بالشكل ده كده. هبدا بقى اغسل المواعين. مواعين بقى النهاردة صعبة جدا، بس مش كتير، بس هما صعبين شوية. فانا هستعمل بقى ايه مية سخنة كده، هستعمل مية سخنة عشان تبقى ايه سهل عليا، سهل عليا شوية بالشكل ده كده. طبعا ناس كتير قوي سألتني يا هبة انت بتستعملي صابون ايه؟ يا جماعة انا بستعمل، انا النهاردة هرد على كل الاسئلة اللي سألتها. ناس كتير قوي سألتني اسئلة كتير جدا وما بقاش عارفة ارد عليها في التعليقات، يعني برد بصراحة بس بيبقى ايه محتاج في حاجات محتاجة شرح شوية. فالنهاردة بقى هنجاوب على كل حاجة معنا. الصابون ده يا جماعة صابون سايل، الكيس بتلاتة جنيه، حلو جدا وبيرغي. ساعات بقى لما بتزنق خالص، لان انا ساكنه المكان اللي انا ساكنه فيه ما فيهوش محل منظفات، محل المنظفات دوت عند مدرسه الولاد، لما بروح اجيبهم او حاجه بجيب من هناك. لكن لما بتزنق خالص بجيب بقى من السوبر ماركت اللي عندي ازازه بريل بس كده. يعني بجيب ازازه بريل، طبعا ازازه البريل غاليه جدا ب 13 جنيه وفي ناس بتبيعها ب 14.
طبعا انتم متعودين اللي انا بغسل ايه حبه حبه، واللي بغسله بشطفه ماشي عشان خاطر المساحه زي ما انا قلت لكم قبل كده. بس كده ده كان سعر الصابون. في حد سألني عايزه تشتري على رمضان ان شاء الله الموكيت، اللي هو الموكيت اللي بيتباع في شارع الخياميه، ولا الكفر السجاد. فانا بصراحه قلت لها الموكيت سعره حلو، و بس مش عارفه بقى هي اصلا فهمت من الكلام ولا لا، بس انا هرد عليها هنا دلوقتي معاكي. قلت لها الموكيت سعره حلو، سعره يعتبر في متناول ايد الجميع، يعني اكبر موكيت يعني مثلا نقول ايه 3 متر في 3 متر ممكن تلاقيها عامله 100 جنيه. وكفر السجاد بيعدي ال 300 و 240 والاسعار الخياليه اللي انتم بتسمعوها دي. لكن الموكيت فيه عيب واحد، طبعا هي هتشيل السجاد وهتحط الموكيت في السيف. الموكيت لازم تحطيه تحت حاجه، يعني مثلا ايه حرفه تكوني حاطه تحتيه كرسي الانتريه، حاطاه تحت كرسي الانتريه عشان خاطر ما يزحلقش طبعا وانت ايه ماشيه عليه. بس كده ده عيب الموكيت. وكفر السجاده حلو وكل حاجه، بس مشكلته اللي هو غالي شويه. انا غسلت طبعا الاطباق الاول وسبت الكوبايات، لاني اصلا الاطباق ديت ايه مش زفره ولا اي حاجه، لسه الاطباق الزفره في الصينيه لسه هجيبها دلوقتي. اسئله تانية جات لي يا هبه عن ايه، حاجات كتير قوي. بس ان شاء الله الفتره اللي جايه دي ناوي اعمل لكم فيديوهات حلوه جدا 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 هتعجبكم ان شاء الله. هروح لكم كده اماكن عمركم ما شفتوها، يعني تسمعوا عنها بس، بس ان شاء الله هتلاقوا تجديدات كده في القناه وحاجات كده مية مية. وبشكر طبعا كل اللي اشترك عندي وخلاني اوصل ل 35,000 مشترك من غير ما اقول لحد ادعمني، من غير ما اقول لحد نزل لي فيديو عندك ولا اي حاجة من الحاجات دي. طبعا انا تعبت جامد جدا في القناة دوت، مش كلام كده وخلاص، لا بجد انا تعبت جامد. مش بالسهل كده اللي انت تفتحي قناة وتقولي لا انا قدها ودود، لازم يكون عندك طموح. طالما عندك طموح يبقى هتصبري وهتوصلي للي انت عايزاه، يعني طول ما انت صبرة ربنا ما بيضيعش حقك هدر ولا بيضيع تعبك اصلا. وطبعا زي ما بيقولوا لكل مجتهد نصيب، يعني طول ما انت مجتهدة ليكي نصيب. طبعا في حد سألني يا هبة انت فتحتي القناة ازاي وفتحتيها ليه، ويعني ايه الفكرة اللي جاتلك عشان تفتحي القناة. انا هقول لكم، انا كنت بتفرج على اليوتيوب، انا ما كنتش اعرف يعني ايه يوتيوب اصلا. كنت عادي كنت فاكره اليوتيوب دوت زي مثلا لما بتيجي تتفرجي على مسلسل بتخشي تكتبي، يعني لو الحلقه ضاعت منك في التلفزيون كنت بتخشي تكتبي عليه على الحلقه وبتجيلك وبتتفرجي عليها. فبالصدفه كده كنت بوضب عندي الشقه، انا موضبه الشقه من قريب، فحبيت ان انا اخش اتفرج كده على شقق واتفرج على حاجات، فلقيت بقى ناس كتير قوي، قنوات كتير قوي فاتحين قنوات وعمالين يشتغلوا، وما كنتش اعرف ان هي يعني ايه تفتحي قناه ويعني ايه كده تشتغلي وتصوري، بصراحه ما كنتش اعرف خالص. فالمهم قعدت اتابعهم سنه، قنوات كتيره من غير ذكر اسماء، قعدت اتابع القنوات دي كتير قوي، قعدت سنه كامله بتابعهم وبتفرج عليهم لحد ما الفكره جات لي. الفكره جات لي اول يوم رمضان، هي كانت جايه لي من قبل رمضان، رمضان السنه اللي فاتت دوت بكتير، وكنت بتحايل على جوزي عشان خاطر يفتح لي قناه، ما كنتش اعرف يعني ايه اصلا بتتفتح ازاي اصلا ويعني ايه، فكنت بتحايل عليه وهو اصلا كان رافض الفكره خالص 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 خالص، مش قادره اقول لكم قد ايه. وكنت بحاول اقنعه واتحايل عليه واقعد اتكلم معاه بالساعات، والله العظيم يقول لي طيب حاضر طيب حاضر، اصل انا مش بعرف افتح قناه، وكان بيضحك عليا. اللي اكتشفته بقى اللي فتح القناه ده سهل جدا، انت عندك ايميل، عشان ناس كتير برضو سالتني عايزه تفتح قناه، ناس كتير عايزه تفتح قناه ومش عارفه. انت عندك ايميل على اليوتيوب صح كده، انت بتخشي على الايميل دوت بتغيري الاسم وتحطي صوره بس كده، وتحملي الفيديو على الصفحه بتاعت اليوتيوب، خلاص كده انت بقى عندك قناه مية مية.
وخلاص ده كده كل المحتوى اللي انت عايزه تعرفيه ازاي بتفتحي قناه. بس كده الايميل اللي عندك بتغيري له اسم، يعني هو طبعا بيبقى بالانجليزي، مثلا اسمك بالانجليزي بتسميه بقى الاسم اللي انت عايزاه، مطبخ مش عارفه ايه، مطبخ ايه، شقتي في بيتي الجديد، حاجات كده غريبه كده، قنوات غريبه. بيتك اجمل معايا زي ما انا مسميه القناه. طب جات لك منين الفكره اللي انت تسمي القناه بتاعتك بيتك اجمل معايا؟ بصراحه يعني كنت قاعده كده وخلاص بقى، هو قال لي خلاص ماشي تعالى انا افتح لك القناه. فتحت القناه، اول فيديو نزل على القناه عندي 3 رمضان، يعني كان يوم 19/5/2018، ايوه 2018 اول فيديو نزل عندي، واول يوم افتح في القناه نزلت فيه فيديو على طول كده، يعني صورت فيديو ونزلته في نفس اليوم. المهم قعدنا بقى، قعدت اختار الاسم. طيب هبه احلى، هبه مطبخ، هبه مطبخ هوبا، بيتك احلى مع هوبا، بيتك اجمل مع هبه. فبصراحه ما كانش هو راضي يخلي اسمي يتكتب على القناه، ف طبعا سميتها بيتك اجمل معايا. وبعد الحاق شديد جدا، انتوا عارفين طبعا الستات المصريين، عارفين الستات المصريين طبعا لما بتزن بقى وايه بقى، بتقعد بقى ايه طول الوقت عايزه افتح حاجه او عايزه مثلا اشتري حاجه، الزن بقى دوت اللي انتوا ايه عارفينه، يعني اللي هو بيجي من الاخر، الست المصريه الزنانه الاصيله. فالمهم بعد ما زنيت ويعني خلاص بقى وافق اللي اسمي يتكتب على القناه، وبالفعل كتبت اسمي على القناه. غيرتها وقلت لكم في التعليقات اللي انا هغيرها، رجعت لكم تاني بمواعين جديده. زي ما قلت لكم بقى كنا بنتكلم اللي انا غير، خلاص قلت لكم في التعليقات اللي انا هغير اسم القناه. انا يعتبر ما غيرتش حاجه، انا شلت كلمه معايا وكتبت معاها هبه بس كده، ده اللي انا غيرته، ولكن كل حاجه زي ما هي، ما غيرتش فيها اي حاجه تانية. وطبعا اول فيديوهات اللي انا كنت بعملها كنت ببقى مخجوله او مكسوفه جدا جدا، ويعني ببقى مرفعه صوتي كده وازيكم عاملين ايه، وانتوا عارفين بقى الكسوف بقى والحاجات دي. لكن دلوقتي بتكلم معاكم عادي خالص، مفيش اي اندهاش ولا اي حاجه، خلاص انا بقيت واحده منكم، وانتوا كمان بقيتوا عيلتي الكبيره اللي انا ببقى فرحانه بيكم. لما بنزل فيديو والاقي ناس كتير قوي بتعلق لي على الفيديو، بجد ببقى سعيده جدا جدا، مش قادره اقول لكم سعيده قد ايه. اللي انا ليا اخوات كده كتار جدا، مش من مصر بس، من الجزائر ومن الاردن ومن لبنان ومن فلسطين وناس كتير، والسعوديه مش عايزه انسى حد، ومن المغرب، ناس كتير قوي بتتابعني، ومن الدول العربيه كلها. يعني ببقى فرحانه جدا لما الاقي حد جديد داخل لي يقول لي انا مشترك جديد عندك ومن المغرب مثلا او من فلسطين، يا لهوي ببقى سعيده قد ايه. وبرد عليه وبرد على كل التعليقات، كل التعليقات اللي بتجيلي انا برد عليها، مش عشان خاطر قناتي كبرت شويه مش هرد على حد، لا برد على كل التعليقات. ويعتبر قناتي ما كبرتش ولا اي حاجه، كبرت بيكوا انتوا، انتوا اللي كبرتوني من كلامكم الحلو اللي بيديني طاقه ايجابيه، وتشجيعكم ليا والحاجات اللي انتوا بتقولوا لي عليها انا بنفذها. يعني بلاقي حد مثلا اكون انا مصوره فيديو والاقي حد دخل علق لي عليه، لا يا هبه ما تعمليش كده، اعملي حاجه تانية. بصراحه ببقى فرحانه جدا ان انتوا بتوجهوني للصح، لو انا مش واخده بالي منه انتوا بتوجهوني ليه للصح. يعني عيلتي، عيلتي حبيبتي اللي بتحبني وانا كمان بحبها، رغم ان انتوا ما شفتونيش ولا انا شفتكم، لكن بنحب بعض، وربنا يدوم المحبه اللي بينا ويدوم الصحوبيه والاخوات والعيله كده لبعضيها. فرحانه جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم فرحانه قد ايه. ربنا يا ربي يدوم المحبه اللي بينا ويحبب فيا خلقه ويخليكم ليا يا رب. دي اكتر دعوه انا بحب ادعيها لنفسي، يا ربي يحبب فيا خلقه، لان من حب ربه حبب في خلقه. زي ما انتوا عارفين طبعا المقوله ديت، يعني من حب ربه حبب في خلقه. كنت بقعد اقول المواعين 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 كتير قوي، لقيت ناس كتير قوي داخله لي في التعليقات، يا هبه المواعين في البيت ديت بتعرفك ان انت عندك اكل وعندك شرب. لقيت واحده زي العسل زي العسل، ربنا يحميها لبيتها يا رب ولعيالها، لقيتها ردت عليا كده قالت لي ايه، قالت لي يا هبه المواعين في البيت رزق،
واللي زبالتها كتير معنى كده اللي هي اكلها كتير وفلوسها كتير ورزقها واسع. فبصراحة عجبني قوي التعليق بتاعها دوت، وزي ما بتقولوا كده جسمي اشعر وانا بقراه. فمن ساعتها وانا بحب المواعين جدا، معنى اللي عندك مواعين في البيت يعني عندك خير، يعني انتي بتاكلي وبتشربي وبيتك عمران، وزي ما بيقولوا كده كمان ريحة الأكل في البيت نعمة، أو ليها مثل تاني كده بيقولوا عليه برضو بس أنا مش فاكراه دلوقتي. يعني الحاجات اللي احنا كتير قوي بنقعد ندعي عليها يا رب تموت المواعين ويا رب مش عارفة ايه، لا ما تقوليش كده تاني عشان خاطر الحاجات ديت بجد فعلا نعمة. غيرك بيقعد اليوم كله من غير ما ياكل، من غير ما بيشرب، من غير ما بيطلع طبق عشان يغسله. فاحنا بالنسبه لنا الحاجه ديت فعلا مواعين دي نعمه، بس مش حاسين بيها، يعني مش حاسين بالنعمه اللي هو ربنا مدهلنا ديت. انا هسيب الطاسه ديت دلوقتي كده تبوش شويه، لاني مش عايزه اكحتها بالسلكه لاني كنت مشوحه فيها لحمه محمره، فاللحمه لزقت شويه في الجوانب. فهغسل بقى الحله عقبال ما هي ايه تبوش شويه. حط شويه صابون بس. طبعا بقى اكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين فيديوهات ايه الفتره اللي جايه ديت عشان نعملها مع بعض، يعني ايه، وقولوا لي ايه رايكم بقى في التفريزات اللي انا عملتها معاكم والفيديوهات اللي انا بعملها معاكم وفيديو البطاطس اللي انا عملته الاخير دوت وفيديو المشتريات. لا بجد اللي لسه جديده عندي في القناه تاخد كده جوله في الفيديوهات اللي انا عملتها وتقول لي رايها فيها ايه، لان بجد فيديوهات حلوه قوي بتمنى ان انتوا تتفرجوا عليها كلها، كلنا كده نستفيد من بعض. اللي عنده فكره يقولها للتاني وما يبخلش عليه بيها، ممكن الفكره بتاعتك دي تغير حياه حد تاني للاحسن. فما تبخليش بالافكار بتاعتك على حد، حتى لو انت مش فاتحه قناه ممكن تكتبي في التعليقات الفكره بتاعتك. يعني مثلا لو انا مثلا عملت الفراوله، الفيديو الاخير بتاعي بتاع الفراوله، لو انا عملته وانت عندك فكره تانية اكتبيها، خش اكتبيها في التعليقات. ممكن الفكره التانية ديت ممكن يكون في حد مش عايز يضرب الفراوله في الخلاط، ممكن الفكره بتاعتك ديت تفيده، يعني تخليه يعمل حاجه للاحسن. عشان كده انا بقول لكم محدش يبخل عن بعض بالافكار، طول ما انت افكارك كده حاضره وكلامك كده حاضر هتلاقي نفسك للامام ان شاء الله. وطبعا صفحتي على الفيسبوك اسمها هبه حماده بالانجليزي، بنوته كده قاعده كده على قاعده كده زي العسل، عجباني قوي الصوره، بحس اللي هي في راحه نفسيه عشان كده انا حطاها. وكمان ليا متابعين كتير قوي على الماسنجر وعلى الفيسبوك بيشوفوا الاكلات اللي انا بعملها وبيصوروها لي وبنزلها لهم في فيديو الروتين على طول. سماح حبيبه قلبي وريهام وطبعا هند ونورهان وناس كتير قوي 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 عندي مش عايزه انسى حد، وهويده وهدى وفاتن، لا ناس كتير قوي مش عايزه انسى حد خالص. كل ده بيبعت لي الصور بتاعه الاكلات اللي هم بيعملوها، وراشه طبعا حبيبه قلبي، طبعا انت هتسمعيني دلوقتي. كل ده بيبعت لي، راشه اخر حاجه عاملاها، عاملاها فيديو الفطير. كل ده بيتابعني وبيصور الفيديوهات اللي انا بعملها له، اللي انا بعملها وبيبعتها لي وبيقول لي ايه رايك، وبنشجع بعض وبنحمس بعض. خلاص بقى انا دلوقتي خلصت المواعين الحمد لله كده زي ما انتم شايفين. بجد الطاسه دي حلوه قوي، اللي ما جابهاش يجيبها، احلى من التيفال بجد. عمليه وسهله جدا، وكمان في التحمير بقى مش قادره اقول لك حلوه قد ايه في تحمير الاكل. بس البانيه لا، البفتيك لا، البانيه حمرته لي حلو جدا، وكمان عملت لي البطاطس الشيبسي والبطاطس المحمره، لا تحفه بجد مش قادره اقول لك قد ايه حلوه. نغسل بقى مع بعض الحوض نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض.
طبعا اللي عايز بقى فيديوهات من النوع دوت يقول لي، وانا ان شاء الله هحاول كده كل اسبوع اعمل لكم فيديو غسيل مواعين ونقعد نتكلم فيه مع بعض احلى من البث. طبعا انا عارفه ان البث او اللايف دوت انتوا بتبقوا فرحانين بيه، بس سامحوني انا مش بعرف اعمله من بنتي والله، حقكم عليا، لكن هحاول اعمله لكم الصبح وهما في المدرسه وبنتي تكون نايمه. قولوا لي الوقت ده هيناسبكم ولا لا. اللي موافقه ان البث يتعمل الصبح على حوالي الساعه 10 مثلا صباحا او 9 تقولي، لكن بعد كده بجد هيبقى صعب بالنسبه لي. وقولوا لي بقى ايه رايكم في الجوله اللي انا عملتها لكم في المحل اللي هو بتاع الزرع وبتاع الورد والزهريات والحاجات دي. بجد المحل دوت لقطه، انا لقيته كده بالصدفه، وبالفعل اخت جوزي اشترت منه. بجد الحاجات حلوه قوي. انا بقى مي جايبالي، فبصراحه ما اشتريتش، مش هينفع اشتري حاجه على حاجه، فعشان كده انا ما اشتريتش. طبعا احنا مستمرين في الحمله بتاعه تحضيرات رمضان وحاجات رمضان، فعشان كده انا ايه الفتره اللي جايه هنزل لكم حاجات بقى بتاعت رمضان ومشتريات بقى وحاجات جامده جدا جدا جدا، واشتريت كمان شويه حاجات كمان لرمضان. بس خلاص بقى هقف على كده في المشتريات، ومش هشتري حاجات رمضان تاني، يعني مش هشتري حاجات بلاستيك تاني لشهر رمضان، خلاص كده مش هشتري البلاستيك ده تاني خلاص. يعتبر هستكفى على كده. لكن لو عوزت مثلا حلة ألمونيا، عوزت صينية، عوزت حاجات زي كده طبعا هشتري، لكن بلاستيك كفاية كده بلاستيك، مش هشتري تاني. وانت كمان حاولي لو انت ناقصك مثلا طبق، ناقصك درق مية، ناقصك مثلا كوبايات عشان شهر رمضان، حاولي تشتريها الأيام دي، لأن الأيام ديت موسم عيد الأم. كل سنة طبعا وانتوا طيبين، كل سنة كل ام بتتفرج عليا طيبة. لو انت زعلانة من مامتك او زعلانة من حماتك، يلا اجري صلحيها، مناسبة زي ديت حلوة جدا اللي انت تقدري اللي انت تصلحيها بيها. فممكن في الفترة ديت كده تشتري الحاجات اللي ناقصاكي. لسه حوالي، احنا طبعا لسه ما دخلناش على رجب، يعني لسه قدامك شهرين على رمضان. ناقصك 6 كوبايات هاتيهم، ناقصك صينيه مثلا في التقديم العصير اللي تحطي فيها الكوبايات ساعه الفطار، ناقصك دوره اللي انت تعملي فيها العصير، ناقصك اطباق صيني، يعني الحاجات دي حاولي كده تخطفيها. كل ما تنزلي السوق تصرفي لك 20 جنيه كده من وسط الخضار مش هتحسي بيهم، احسن ما تروحي تدفعي 100 جنيه او 200 جنيه كلهم على بعض. بجد بتفرق مع الواحد قوي الفلوس اللي هي متجمده ديت، غير لما تبقى فلوس فكة. ده عن نفسي انا بعمل كده، فعشان كده ما بحسش بالحاجة اللي انا بجيبها. وان شاء الله بقى الخطة اللي جاية او الفيديوهات اللي جاية هعمل لكم بقى تغييرات عندي في المطبخ حلوة قوي. قررت ان انا اسعد نفسي بنفسي. يعني ايه اسعد نفسي بنفسي؟ يعني انا زي ما قلت لكم ان انا هنقل شقه جديده، بس لسه على كف عفريت زي ما بيقولوا، فمش عارفه هنقل امتى. وانا حسيت كده ان انا مقيده حياتي. يعني ايه مقيده حياتي؟ يعني لا، الحاجه دي انا هشيلها في الشقه الجديده. ولقيت نفسي لا، طب انا افرح بالحاجه ولما تبقى تيجي الشقه الجديده او لما ابقى انقل شقه جديده ابقى اشتري غيرها. طب وفيها ايه؟ لا، انا قررت اعمل كده. ان شاء الله هتلاقوا تغييرات جديده جدا في المطبخ عندي. نويت اغير كده شويه حاجات في المطبخ ونعمل مع بعض تغييرات وحاجات كده جامده جدا 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 جدا. وهتتفرجوا عليا ايه جدا دي كلها مش عارفه، هتلاقوها معايا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. دلوقتي بقى انا خلصت الفيديو بتاعي، طولت عليكم جدا بس سامحوني، انا بحب اتكلم معاكم. اي نعم ناس كتير قوي بتخش على فيديوهات الاكل بتقولي ايه الرغي ده كله، لكن انا بحب اتكلم معاكم، بحبكم جدا جدا جدا، وبحس كده ان انا فعلا اختكم وانتوا اخواتي، وبسمع منكم كل حاجه، كل تعليق بيتكتب لي بجد ببقى فرحانه قوي. يا ريت لو انت بتسمعيني وبتتفرجي عليا وما بتكتبليش تعليق، يا ريت تكتبي لي تعليق، لاني انا ببقى فرحانه قوي. وما تنسيش بقى اللايك، علشان خاطر اللايك دوت اكنك انت اول ما بتدخلي عند حد مش بتبصيه من هنا ومن هنا، فطبعا انت داخله عندي دلوقتي المفروض تحطي لي لايك. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، فيديو طويل لكن بسيط جدا وسهل قوي وما فيهوش اي حاجه. اتمنى وانت بتعملي الاكل او مثلا بتغسلي مواعين تقعدي تحطي الموبايل جنبك وتسمعيني كده وتتفرجي عليا. بحبكم جدا، بحبكم في الله جدا جدا. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.